الاتحاد الأوروبي يعود مجددا إلى واجهة الأزمة اليمنية، ولو على الصعيد الإعلامي من خلال البيانات الصادرة عن المنظمة الأوروبية التي تتموضع في مساحة مهمة من العالم. دخول الاتحاد الأوروبي في خط الأزمة الإنسانية في اليمن كان من خلال البيان الأخير الذي أصدره حول الشأن الإنساني والسياسي. قال الاتحاد إنه سيعمل مع الأمم المتحدة لوقف الحرب والأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن والوصول إلى توافق سياسي يشارك فيه جميع الأطراف دون ما إشارة إلى معطيات ذلك التوافق. البيان أيضا أشار إلى أن الاتحاد يتطلع لانخراط جميع الأطراف وبشكل بناء لإيجاد حل سلمي تفاوضي للصراع برعاية الأمم المتحدة ووضع حد للأزمة الحالية غير المسبوقة ودون ما تفاصيل عن ذلك الحل. العمل مع الأمم المتحدة وجميع اليمنيين والفاعلين الإقليميين للبحث عن حل سلمي للأزمة مع بقائه ملتزما بتقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين اليمنيين بحسب احتياجاتهم المتزايدة ضمن التأكيدات الأوروبية حد وصف البيان. الحديث عن حل سياسي بلا رؤية واضحة تستند على المرجعيات الأساسية هو ما أثار تساؤلات متابعين عن المعطيات التي بنى عليها الاتحاد الأوروبي رؤيته للمسار السياسي اليمني.